أولا هذا دور البرلمانيين في الأحزاب المكونة للشبكة، شبكة الأحزاب الديمقراطية في شمال إفريقيا، يمكن أن تلعب دور مهم من خلال المجال ديال التشريع والرقابة، بحيث أنه هذه الأحزاب هذه يمكن أن تكون يعني قاطرة، ويمكن أن تكون يعني محفز لتجميع شتات ديال هاد الشعوب ديال شمال إفريقيا. تنعرفوا اليوم بأنه المغرب والجزائر الحدود مغلقة، يمكن أن تلعب هذه الأحزاب دور مهم في تقريب الشعوب، لأن الشعب المغربي والشعب الجزائري والموريتاني والليبي والتونسي والمصري كلهم يعني شعوب اللي عندها ثقافة مشتركة. اليوم تنلقوا بأنه مثلا فيما يخص الأمازيغية، تنلقوا بأنه اليوم كان تواصلنا فيما بعضنا باللغة الأمازيغية، وكان ذلك يعني شيئا مفرحا جدا. ونقول لماذا لا تستفيد شعوبنا من هذه القواسم المشتركة بين الدول المجاورة، وخاصة دول شمال إفريقيا، اللي هذه الأحزاب هذه غادي تكون يعني كنقولوا كلبنة أولى من أجل يعني حت حكام ديال هذه الشعوب باش يكون تقارب. وخطاب جلالة الملك في عدة مرات ألح على التقارب، أحل على فتح حوار بدون وسيط ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. أظن بأنه هذا اللقاء يسير في اتجاه تقريب، ولكن في نفس الوقت إرغام كل من يريد عزل شعبه أن 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 ينخرط في هذه المبادرة التي نتمنى أن تكون فاتحة خير على هذه الشعوب هذه.